زوادة الصوم لليوم بتقول: الإنسان في صراع دائم بين عالمين يتجاذبانه كل واحد لجهته، عالم الخير وعالم الشر. عالم الخير يجلبه في طريق النور والحق والصلاح، وعالم الشر يجلبه إلى طريق الظلام والكذب والفساد والكبرياء. الصوم إخوتي هو العودة إلى الذات، الجهاد ضد الأنانية والكبرياء، ضد كل فكر يبعد الإنسان عن كلام الرب ويمنعه من السير في طريقه. هو الاقتداء بالمسيح والطلب منه روحاً راسخة تقود إلى طريق الخير. وهذا ما يحذر منه القديس مارفرام السرياني للصائم، إذ يقول: احذر أيها الصائم ألا يخطفك الشرير في طريق الكبرياء فيصبح عملك فارغاً، هكذا تعود الكذاب أن يدمر الصائمين. صوم مبارك، والله معكم.